بالخيرات تأتينا. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحل العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزداد، للصائمين وحورها تزداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى لما فرض الصوم على عباده أمرهم بالامتناع عن الطعام وعن الشراب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية القربة والعبادة لله سبحانه. لذا يقول المولى سبحانه: وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين أنه على عباده المؤمنين أن يمتنعوا عن الطعام وعن الشراب وعن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن ثم لو أن إنسانا أكل عامدا فقد فسد صومه، وحكمه عند الفقهاء أنه يأثم وأنه ارتكب كبيرة من الكبائر، ألا وهي الفطر عامدا في نهار رمضان. واتفق الفقهاء على فساد صومه وعلى أنه ينبغي عليه أن يتوب إلى ربه ويستغفره سبحانه، كما اتفقوا على وجوب القضاء عليه، ينبغي أن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره عامدا. ولكن اختلف الفقهاء هل تجب عليه الكفارة أم لا. والكفارة التي عناها العلماء في هذا الموضع هي الكفارة الكبرى، وهي صيام شهرين متتابعين لعدم وجود الرقبة التي يعتقها، أو إطعام 60 مسكينا لمن عجز عن صوم اليومين المتتابعين، الشهرين المتتابعين. والذي قال بوجوب الكفارة الكبرى على من أفطر عامدا في نهار رمضان هم الأحناف والمالكية. فالأحناف والمالكية تقال أن من أفطر عامدا في نهار رمضان فقد وجبت عليه الفدية، ووجب عليه التوبة، وينبغي عليه القضاء، وأوجب عليه فضلا عن ذلك الكفارة الكبرى صوم شهرين متتابعين، وعند العجز عن صومهما ينبغي أن يطعم 60 مسكينا. أما الشافعية والحنابلة فقالوا بوجوب التوبة ووجوب القضاء عليه، ولم يوجبوا عليه الكفارة الكبرى، وقالوا أن الكفارة الكبرى تكون في حال من أتى امرأته في نهار رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها ليس لأنه انتهك حرمة نهار رمضان بالفطر كما ذهب الأحناف والمالكية إلى ذلك، وإنما قالوا إنما أوجبها لأنه أتى امرأته في نهار رمضان. أما في حال الأكل عامدا في نهار رمضان فينبغي عليه القضاء، وينبغي عليه التوبة، وأن يستغفر الله، وأن يقضي يوما مكانه، ولكن لا تجب عليه الكفارة الكبرى. هذا في من أكل عامدا. أما في من أكل ناسيا فقد ذهب الفقهاء إلى أنه ليس عليه إثم، واتفقوا على رفع الإثم عنه وأنه لا تثريب عليه في ذلك. ولكن هل يجب عليه القضاء أم لا؟ فذهب المالكية إلى وجوب القضاء عليه. أما جماهير الفقهاء فقالوا ليس عليه قضاء وليس عليه إثم، واستندوا بحديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم، باب من أكل ناسيا.
والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه. وفي سنن الترمذي في هذا الحديث: فإنما هو رزق ساقه الله إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فمن أكل ناسيا في نهار رمضان فإنه يتم صومه ولا تثريب عليه في ذلك. وإن أكل أو شرب ناسيا في الصوم في غير رمضان هل يختلف الحكم؟ ذهب المالكية والأحناف إلى اختلاف الحكم، ولكن ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحكم لا يختلف، ومن أكل أو شرب وهو ناس غير قاصد ولا عامد في الصوم ولو في غير رمضان فإنما يتم صومه. واستندوا إلى ما خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أم حكيم بنت دينار عن مولاتها الغنوية أنها أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه ذو اليدين، تقول: فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم عرقا، أي قطعة من العظم بها لحم. تقول: فمددت يدي، مدت يدها تأخذ العظم باللحم، قالت: فتذكرت أني صائمة، أني كنت صائمة، فوقفت لا أمد يدي ولا أردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قالت أم إسحاق الغنوية: يا رسول الله، تذكرت أني كنت صائمة. فقال ذو اليدين: الآن بعدما أكلت قصعة الثريد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك، لا عليك، فإنما أطعمك الله وسقاك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسند أحمد، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء أن الناسي لا شيء عليه وصومه صحيح وليس عليه قضاء، والله سبحانه أعلى وأعلم. ولو تذكر الإنسان أنه صائم والطعام في فمه فإنما ينبغي أن يلفظه من فوره ولا يزدرده، وينبغي على من رآه أن يذكره وينبهه، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت هذه